فان صديق ديالي يعني صاحبي كتجمع لي مع يعني علاقة ديال صداقة أبر يعني الموسيقى والفن. فبحكم أنا عندي معاه واحد سينجل اللي هو الغول اللي هو واحد سينجل الناجح عرض عليا في الصواري ديالو ماشي غير أنا بزاف ديال الأرتيست آخرين أنا معاه في الشو ديالو يعني فكرة مزيانة أنا عجبتني الفكرة فهمتيني يعني كتفاجأ الجمهور بشي حاجة جديدة شي حاجة ما عمرها تعملت في المغرب فكرة هذي كنحييها ليها هاد لو سبيكتاكل فان اند فريندز كان فان اقترح عليا ليدي هادي شي 3 شهور ولا 4 شهور كان سبيسيال ان شو سبيسيالمون زعما مديور للفيستيفال ديال كازابلانكا اللي كيجمع بزاف ديال الفنانين انا رحبت بالفكره بزاف لان كل واحد جاي من ان مون ديفيرون كاين اللي جاي من الهيب هوب من الشعبي من الاغنيه العصريه من الفيوزيون يعني ان بلاطو اللي كيورينا المغرب ديال اليوم داكشي علاش حمس الفكره بزاف صراحه وحنا فرحانين اليوم انتم كتشوفوا لومبيونس هذا جو بونس ان شاء الله غيكون ان سوكسي بون ايدي عجبني الكونسيبت دونك حنا هنايا اخونا الكبير حنا كنقول اخونا الكبير فهمتيني فار اخونا الكبير بكاع الريسبي بكاع الاحترام بالموسيقى وكل شيء فهمتيني حيت كون ما كانش الفيلينغ دايز ما تلقاناش معاه اليوم بالنسبه لكاع لي زارتيست اللي خدم معاهم هو بغى يجمعهم في لاسين باش نديروا واحد بحال اون سورت من الحامه كاملين وفرانشمون صافي بليزير حيت هادشي ما كيكونش ديما وما كرهناش يكون ديما باش نبقاو نتلاقاو مع لي زارتيست ونهضروا معاهم ما كنشوفوهمش كنشوفوهم في سناب شات في يوتيوب دونك صافي بليزير وانا فرحان بزاف معكم نتوما هنا في الفيستيفال صافي بليزير انني نكون ضمن هذه الفكره الزوينه بزاف اللي دارها دي جي فان اللي هي اول مره كتكون في المغرب وما كرهتش انها تكرر مره اخرى لان شي حاجه زوينه بزاف وتتخلي ان لي زارتيست اللي يكونوا في انماط موسيقيه مختلفه ودي ستيل مختلفين انهم يتجمعوا مع بعضياتهم في واحد القالب زوين فشي حاجه كانت رائعه جدا والحمد لله يعني دوزنا كونسير زوين بزاف وما كرهتش ان الاكسبيريونس تعاود ان شاء الله I'm gonna make you mine.